أنا كنت في زرعة وبيتي فأجي الخليفة يقول سيكا جاي فرنا فرنا. وصار في قصف وضرب كتير وإحنا انضرب بيتنا ابن عمي كمان مات بالضرب. وإحنا هناك فاتوا داعش يفوتوا على هالضيعة اللي بيلقوا فيها نسوان بيضربوها، مرة كبيرة بيضربوها ما بيخلوا، مرة بيضربوا ولد صغير بيضربوا ما بيخلوا حدا. يعني ذبح ذبح، يعني يذبحون البني آدم مثل ما يذبحون الخارف، يعني ما عندهم ذبح، يعني يجيبون عليه عقوبة يحطونه قدام القصب انك بدك تطلع على شنو يذبحهم. لو كنت يا بسافروا يا مسافر انا فما فيني اترك الاطفال والبنت المرة هون، ففكرت جازف الولد حتى احسن سفره، فسفرته يعني جازفت فيه وتعبنا كثير حتى جازفنا فيه. يعني بس هون انا حاس حالي ماشي، يعني انه ما في عرب هون ابدا. ما شغال سكايب لانه ما في كهرباء وما في نت، ضعيف كثير النت. بس تجي الكهرباء. نتسلى كتير بننبسط، يعني حياة حلوة. شو بدنا نعمل؟ عايشين مخيم. الله يجمع لي فيه. تخيلوا راح يكون اجى اللقاء بالدنيا كلها، كيف الانسان لو بلقاء ابنه كان فقده او كان رايح على الموت فجاه لقاه، يعني يعتبر ابنه كان رايح منتهي، ما يمكن ما يشوفه.